أهلا بكم. حل رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية فخامة السيد محمد بوهاري عشية اليوم بالرباط في زيارة عمل وصداقة رسمية للمملكة المغربية، وذلك بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبمدخل القاعة الشرفية لمطار الرباط سلا قدم التمر والحليب لضيف العاهل الكريم فخامة الرئيس محمد بوهاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. جلالة الملك ورئيس جمهورية نيجيريا يؤكدان دوما الرؤية الاستراتيجية لكلا الطرفين للانتماء الإفريقي من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاندماج على صعيد القارة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية لمطار الرباط سلا، توجه موكب قائدي البلدين نحو ساحة المشوار السعيد بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط. أجواء احتفالية تؤكد طبيعة العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، وتؤكد الثوابت التي تقوم عليها الاستمرارية في هذه العلاقات لتشييد نموذج مثمر ومزدهر للتعاون جنوب جنوب، ولتعميق التشاور السياسي البناء حول القضايا الأساسية التي تهم الأمن والاستقرار الجماعي للدول الإفريقية التي تتقاسم نفس المصالحين، وفي رؤيتهما للمسؤولية التي يتعين تحملها سويا وبشكل مشترك إزاء الأمن والاستقرار الجماعي للدول الإفريقية. سكان مدينتي الرباط وسلا على طول المسار الذي قطعه موكب جلالة الملك والرئيس النيجيري معبرين عن فرحتهم الغامرة بهذه الزيارة التي تأتي لتعزيز علاقات الصداقة والأخوة العميقة والتقدير المتبادل الذي يجمع قائدي البلدين. وبهذه المناسبة زينت أبرز شوارع عاصمة المملكة بالأعلام الوطنية المغربية والنيجيرية في تجسيد بالغ لعمق جودة العلاقات الثنائية القائمة على تضامن فاعل وشراكة قوية ومستدامة.